السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. طلابنا طلاب الصف الرابع الابتدائي، هناخد في مادة العلوم، هناخد الدرس الخامس، هناخد في المفهوم الاول الدرس الخامس. الدرس الخامس كيف تتنفس الاسماك. التنفس في الاسماك، لا تستخدم الاسماك الرئتين في عملية التنفس، ولكنها تستخدم اعضاء خاصة تسمى الخياشيم، تمام، لاستخلاص الأكسجين الزائد في الماء وإخراج ثاني أكسيد الكربون. يبقى هنا كده لا تستخدم الأسماك الرئتين في التنفس، ولكنها تستخدم أعضاء خاصة تسمى الخياشيم لاستخلاص الأكسجين الزائد في الماء وإخراج ثاني أكسيد الكربون. توجد الخياشيم على جانبي رأس السمكة. توجد الخياشيم على جانبي رأس السمكة، تمام. تبتلع الأسماك الماء عن طريق الفم، وتقوم بدفعه نحو الخياشيم المحاطة بالأوعية الدموية. تبتلع الأسماك الماء عن طريق الفم، وتقوم بدفعه نحو الخياشيم المحاطة بالأوعية الدموية. تقوم الأوعية الدموية بامتصاص الأكسجين الزائد في الماء، ثم تقوم بتوزيعه على باقي أجزاء الجسم. يبقى تقوم الخياشيم بإيه؟ بامتصاص الأكسجين الزائد في الماء، ثم تقوم بتوزيعه على باقي أعضاء الجسم. ويتم دفع الماء نحو الخارج من الجهة الأخرى. ويتم دفع الماء إلى الخارج، ويتم دفع الماء نحو الخارج من الجهة الأخرى للخياشيم وإخراج ثاني أكسيد الكربون، تمام. يبقى تقوم الأوعية الدموية بامتصاص الأكسجين الزائد في الماء، ثم تقوم بتوزيعه على باقي أجزاء الجسم، وتقوم بدفع الماء نحو الخارج من الجهة الأخرى للخياشيم وإخراج ثاني أكسيد الكربون، تمام كده. تعد الخياشيم من التكيفات التركيبية. تعد الخياشيم من التكيفات التركيبية، تمام كده. طيب، الفريدة التي تسمح للأسماك بالتنفس والحياة تحت الماء. يبقى تعد الخياشيم من التكيفات التركيبية الفريدة التي تسمح للأسماك من التنفس والحياة تحت الماء، تمام كده. تحتاج الأسماك إلى ماء نظيف للبقاء على قيد الحياة. تحتاج الأسماك إلى ماء نظيف للبقاء على قيد الحياة. أوجه التشابه والاختلاف بين الجهاز التنفسي للإنسان والجهاز التنفسي للأسماك. يبقى أوجه التشابه والاختلاف في الجهاز التنفسي للإنسان والأسماك. التشابه، كلاهما يستنشق الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون ويوزع غاز الأكسجين على جميع أجزاء الجسم. يبقى التشابه في التنفس بين الإنسان والأسماك إن الاتنين، الإنسان والأسماك، بيأخذ غاز الأكسجين ويخرج، وغاز الأكسجين بياخده ويوزعه على باقي أجزاء الجسم وبيخرج غاز ثاني أكسيد الكربون. الاختلاف، يمتلك الإنسان رئتين لاستخلاص الأكسجين من الهواء، بينما تمتلك الأسماك خياشيم لاستخلاص الأكسجين من الماء. يبقى هنا كده الاختلاف ان بيمتلك الانسان رئتين لاستخلاص الاكسجين من الهواء، بينما يمتلك الاسماك الخياشيم لاستخلاص الاكسجين من الماء، تمام كده. طيب نكمل نكمل يا شباب. طيب، في تأثير الانسان على البيئة. تأثير الانسان على البيئة. الأنشطة البشرية التي تؤثر سلبا على النظام البيئي. الأنشطة التي تؤثر سلبا على النشاط البيئي. تتكيف الكائنات الحية مع النظام البيئي الذي تعيش فيه. تتكيف الكائنات الحية مع النظام البيئي الذي تعيش فيه، تمام. ولكن قد يتغير هذا النظام البيئي نتيجة بعض الأنشطة البشرية، مثل بناء مجتمعات عمرانية،
قطع الغابات وتجريف المراعي من أجل الزراعة، إدخال أنواع جديدة من النباتات والحيوانات على البيئة. يبقى الأنشطة البشرية اللي ممكن تؤثر على سلبا على النظام البيئي، الكائنات بتتكيف مع النظام البيئي اللي بتعيش فيه، لكن ممكن يتغير هذا النظام البيئي بسبب بعض الأنشطة البشرية. زي إيه؟ زي بناء مجتمعات عمرانية، قطع الغابات وتجريف المراعي من أجل الزراعة، إدخال أنواع جديدة من النباتات والحيوانات على البيئة. تمام؟ طيب، تأثير الأنشطة البشرية على البيئة: اختفاء أنواع أصلية من النباتات والحيوانات لعدة قرون. يبقى تأثير الأنشطة البشرية على البيئة، أول حاجة اختفاء أنواع أصلية من النباتات والحيوانات لعدة قرون. 2، تلوث الهواء بسبب عوادم السيارات والمصانع التي تعمل بشكل غير صحيح. 3، تلوث التربة والمجاري المائية بسبب السلوكيات السيئة مثل إلقاء النفايات والمواد الضارة في الماء، إلقاء الزبالة والمواد الضارة في الماء. 4، انتقال الحيوانات إلى نظام بيئي آخر يلبي احتياجاتهم ويساعدهم على البقاء. 5، لن تنبت بذور النباتات إلا في مكان مناسب لبقائها ونموها. تمام؟ يبقى احنا هنا كده تأثير الأنشطة البشرية على البيئة: اختفاء أنواع أصلية من النباتات أو الحيوانات لقرون عدة، تلوث الهواء بسبب عوادم السيارات أو المصانع التي تعمل بشكل غير صحيح، 3، تلوث التربة والمجاري المائية بسبب السلوكيات السيئة مثل إلقاء النفايات والقمامة في الماء، انتقال الحيوانات إلى نظام بيئي آخر يلبي احتياجاتها ويساعدها على البقاء، لن تنبت بذور النباتات إلا في مكان مناسب لبقائها ونموها. تمام؟ نكمل. تأثير الأنشطة البشرية على حياة الإنسان. تأثير الأنشطة البشرية على حياة الإنسان بقى: الآثار السلبية لتلوث الهواء والماء على الإنسان. الآثار السلبية لتلوث الماء والهواء على الإنسان إيه هي بقى؟ عدم نمو المحاصيل الزراعية. 2، صعوبة الحصول على المياه النظيفة. 3، صعوبة التنفس بسبب الأدخنة. 4، الإصابة بالأمراض الصدرية وأمراض القلب. تمام؟ ويضطر البشر الذين يعيشون في مدن ينتشر فيها تلوث الهواء إلى تغيير أسلوب حياتهم والانتقال إلى مناطق أقل تلوث، لأن التعرض لتلوث الهواء على فترات طويلة يمكن أن يضر بالرئتين ويؤدي إلى الإصابة بأمراض الصدر والقلب. يبقى هنا كده الآثار السلبية لتلوث الماء والهواء على الإنسان: عدم نمو المحاصيل الزراعية، صعوبة الحصول على مياه نظيفة، صعوبة التنفس بسبب كثرة الأدخنة، الإصابة بالأمراض الصدرية وأمراض القلب. وبيضطر بعض البشر إن هم يمشوا من الأماكن اللي فيها تلوث هواء ويروحوا الأماكن أقل في التلوث، لأن ده ممكن يضر بهم ويؤدي إلى أمراض صدرية وأمراض القلب. تمام؟ دور الإنسان في استعادة النظام البيئي لطبيعته الأصلية: يمكن إعادة زراعة الغابات التي أزيلت، التخلص من العوامل الملوثة للهواء والماء، الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية. يبقى هنا كده ايه دور الإنسان عشان يقدر يستعيد النظام البيئي طبيعته الأصلية؟ ايه دور الإنسان عشان النظام البيئي يستعيد طبيعته الأصلية اللي كان عليها؟ يمكن إعادة زراعة الغابات التي أزيلت، يعني ممكن نحن نعيد زراعة الغابات اللي تم إزالتها. تاني حاجة، التخلص من العوامل المسببة لتلوث الماء والهواء. 3، الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية. تمام؟ وبكده يا شباب يكون درسنا اللي هو الدرس الخامس خلص. ف
في المفهوم الأول اللي هو بتاع كيف تتنفس الأسماك. ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد. مع السلامة.